مساء الخير زملاء، ويعطيكم العافية. طبعا راح يكون هذا الفيديو شرح للهيدروجيولوجيا، يعني بإذن الله كامل في فيديو واحد. أول شي هذا المستند اللي عم قلب عليه، يعني إن شاء الله بتمنى تكون الصور واضحة، لهيك بتمنى تحملوه للمستند. طبعا ما تقروا لحالكم لأن ما راح تفهموا شي من اللي مكتوب، بدكم تقروه، راح تتابعوا معي بالفيديو. بإذن الله راح نوصل من الصفر لحتى نحل مسألة الدكتور اللي هي بآخر محاضرة. خليكم معي وركزوا معي، راح نمشي فكرة فكرة. أول شي حاطط بأول صفحة بعض القوانين وطريقة الاستنتاج لبعضها. أول قانون هو المسامية الفعالة، طبعا أغلبنا صار حافظه، هو أسهل شي، لأن NE تساوي حجم المسامات المتصلة مع بعضها الحجم الكلي. للأسف الخط يعني كتير، هو خط يعني للأسف، بس بدنا نمشي. المهم تاني فكرة، الغازات ربو خط العرض اللي هي كيو. الكيو هي ناقص كي بالدي اتش على دي اكس. الكي هي معامل الناقلية، تساوي كي صغيرة بيجمع ميو. كمان إذا في مشكلة هي بتتعلق بنوع التربة، الكي الصغيرة. طبعا ما لنا استخدام بهذا القانون، لنا استخدام ب كيو تساوي ناقص كي بدي اتش على دي اكس. هلا راح احكي شيء اسمه كيو اكس، وراح في شيء اسمه كيو واي، في شيء اسمه كي اكس، كي واي، كي اكس اكس. كل هدول راح اجل فكرتهم لبعد هي الفكرة. خلينا نقول هلا كي اكس بهذا الاستنتاج. هلا طبعا راح ناخد كم استنتاج ونروح نحل كم مسألة، يعني شوي شوي بدكم تنسوا كل شي، تابعوا كل شي درستوه، تابعوا بهاد بتخلصوه كامل، بتروحوا على اللي بدكم تدرسوه بينفهم بإذن الله دغري. تمام. مثل ما قلت، في شي اسمه استنتاج كيو او كيو عبر الطريقة التحليلية. شو هي؟ ايش اسمه تكامل وما تكامل؟ خلينا نشوف اول شيء. اول شيء هي الطريقة التحليلية بتتعلق بالمقطع العرضي. شو يعني المقطع العرضي؟ يعني فرضا مستطيل او دائرة، انت بتكون دائرة عند حالة بئر. تمام. خلينا واحدة واحدة ونمشي واحدة واحدة. كقانون عام، الكيو الكبيرة تساوي كيو بواحدة المقطع ضرب اي اللي هي المساحة. تمام. لما يكون عندي المقطع مستطيل، معناتها المساحة هي الطول ضرب العرض. العرض هون من احنا بناخده بواحد شو اسمه، واحد. تمام، لان بواحد العرض، فواحد العرض. تمام، الا ان ذكر خلاف ذلك طبعا. فمثل المشايف، اذا قلنا الاي اللي قايل هي اتش ضرب بي، والبي هي واحد، معناتها الكيو كلها صارت هي كيو اكس ضرب اتش ضرب واحد. تمام، بس مثل ما بعرف الكيو اكس هي ناقص كي بدلتا اتش على دلتا اكس. هلا ليتني هذا ذكرته هلا القانون. تمام، اذا بدنا نرجع نعوض لتحت، اذا بدنا نرجع نعوض، كيو تساوي ناقص كي بدلتا اتش دي اتش على دي اكس ضرب اتش ضرب واحد. اتش ضرب واحد مثل ما قلت هي المساحة اللي هي A، اللي كانت اتش ضرب بي، والبي واحد، وناقص كي دي اتش على دي اكس هي الكيو. تمام، حلو. هلا الدلتا اي دي اكس بنقلها لعند الكيو، بتصير كيو ضرب دي اكس، بتصير كيو ضرب دي اكس، والطرف الثاني هو ناقص كي بدي اتش بي اتش. تمام، مثل ما شايف هاد هو الحد. هلا اللي بدي اعمله هو التكامل. هون الفكرة انه بدي كامل، عفوا. تمام، بدي كامل كيو اكس بدلتا اكس تساوي ناقص كي بدي اتش ضرب اتش. هلا اذا بدي كامل اول حد اللي هو كيو ضرب دي اكس، تمام، بدي كامله من اكس واحد لاكس اتنين. تمام، فأول شيء الدي اكس شو تكاملها؟ هي تكاملها اكس. تمام، فبتصير كيو ضرب اكس، مثل ما شايف هي حدود التكامل، اكس واحد لاكس اتنين. والناقص كي بدي اتش ضرب اتش، اذا بدي كاملها من اتش واحد لاتش اتنين.
تمام. هلا الفكرة هي يعني عم تلاقوا انه شغلات نظرية بس اجبار بدي امرق عليها، يعني استنتاجات، بعض الاستنتاجات، وراح نفوت بالتمارين ونفوت ونكمل كل الهيدروجيولوجيا ان شاء الله. فاجمالا اذا مثل ما قلت كملت من الاكس واحد للاكس اتنين، وهو من الاتش واحد للاتش اتنين. تكامل دي اكس هو اكس، تمام؟ يعني تكامل هون الصورة هون كيو بي اكس اكس واحد اكس اتنين، تمام؟ كيو بي اكس بي اكس من الاكس واحد للاكس اتنين تساوي ناقص كيب دي اتش بي اتش. شو تكامل ال اتش دي اتش؟ تكامله هي اتش مربع اتنين، فحطيت اتش مربع اتنين مواضحة الاتنين، والناقص كيب تطلع مثل ما هي. خلينا نقول عن ناقص كي هي ناقص كي اكس، بعدين بنفهم ليش ما حطيت انا، بس مشان انتبه لها، هي لازم ناقص كي اكس، قلت بعدين بنحكي ليش. بعدين بنعرف شو هن كي اكس وكي اكس اس اكس وهدول. ف اتش مربع 2 من الاتش 1 للاتش 2، تمام. هلا لما يقول لي الاكس تكامله من الاكس 1 للاكس 2 ليك، تمام. هلا من الاك تكامل الكيو بي اكس، الاكس من الاكس 1 للاكس 2 شو هي؟ هي اكس 2 ناقص اكس 1، الفوقاني ناقص التحتاني، هي اللي عم بحكي عنها. اكس بي اكس 1 اكس 2 هي اكس 2 ناقص اكس 1، تمام. طيب اكس 2 ناقص اكس 1 مو هي الدلتا اكس؟ هي هي، هي الفكرة. معناتها الحد الأول هو كيو ضرب دلتا اكس ناقص كي. قلنا هون شو صارت من ورا؟ ناقص كي ب اتش مربع 2، تمام. ال اتش مربع 2 من ال اتش 1 لل اتش 2، معناتها لما تعوض شو بتصير؟ اتش 2 مربع ناقص اتش 1 مربع 2، اتش 2 مربع ناقص اتش 1 مربع 2 يؤدي الكيو، معناتها خلي الدلتا اكس نزلها لهون، يعني اضربها قسم المعادله كلها على دلتا اكس، تصير كيو تساوي ناقص كي ب اتش 2 مربع ناقص اتش 1 مربع 2 ضرب دلتا اكس. هي المعادله بظن شايفينها، يعني شايفينها كثير. واول شوف لها بالهيدروليك كمان، الهيدروليك وقتها كانت عم نحكي فرضا عن سماك التربه وقتها. خلينا نكمل. ان المقطع دائري، لما اقول المقطع دائري فهون عم بحكي عن دراسة ابر، بس هون الفكرة عندي وقت المقطع الدائري طبقة حبيسة وطبقة حرة مثل الهيدروليك، كمان هني وقت حكيت عن الابر في طبقة حرة وطبقة حبيسة. خلينا نبدأ الطبقة الحبيسة والطبقة الحرة، شو الاختلاف بيناتهم؟ الاختلاف هو الـ A اللي هي المساحة. شو هي المساحة؟ المساحة هي 2 بي ار ضرب بي، ماشي. هي للحبيسة طبعا، البي هي العرض الحبيسة. فبنرجع كمان شو قلت انا عم بحكي عن الكيوب بالطريقة التحليلية، نفس هديك كيو تساوي كي اكس ضرب اي، تمام. الاي شو هي؟ 2 بي ار ضرب بي، حطيت 2 بي ار ضرب بي، تمام. والكيو اكس الصغيرة يعني تساوي ناقص كي بدي اتش على دي اكس، عوضت هون كيو تساوي معناتها صارت ناقص كي اكس بدي اتش على دي اكس 2 بي ار بي بي. هلا بما انه دائره ف يعني دائري، فحنعوض بدل دي اكس ححط دي ار، لهيك حطيت هون دي ار، تمام. مثل ما هنيك اشتغلت تكامل وهيك، هون رح اشتغل نفس الشيء، باخذ بتصير بضرب المعادله كلها بدي ار مشان تصير دي ار قدام الكيو، تمام. فبتصير كيو ضرب دي ار تساوي ناقص كي اكس ضرب دي اتش ضرب 2 بي ار ضرب بي. حلو، كامل، كملنا. بس قبل التكامل انت عندك دي ار، طيب في بالحد الثاني ار، معناتها بحط طلع عندها، يعني بوصلها لعندها، بتصير كيو ضرب دي ار، كيو ضرب دي ار على ار تساوي ناقص كي اكس ضرب دي اتش ضرب 2 بي ضرب بي، تمام. هون بكامل مثل ما قلت الكيو اكس بدي ار على ار من الار 1 للار 2، والناقص كي اكس بدي اتش ضرب 2 بي ضرب بي من الاتش 1 للاتش 2. يودي بنبدا وحده وحده. اول شيء تكامل دي ار على ار شو هو؟ هو لن الار، تمام.
وتكامل ال دي اتش فقط هو ال اتش، تمام حلو. بس انا عندي وقت التكامل بعد ما قلت لينير ار، طيب عندي بعد تكامل تعويض بحدود تكامل هي الار واحد وار اثنين، فبتصير لين الار اثنين ناقص لين الار الواحد، وهي من خواص التكامل كيو لين الار اثنين على الار واحد. تمام عرفنا شلون وصل طلع هذا، تمام. ونفس الشيء هون، شو تكامل الدي اتش؟ اتش، بدي اعوض بحدود تكامل اتش واحد واتش اثنين، فبصير اتش اثنين ناقص اتش واحد ضرب اثنين بي ضرب بي. هلا هون بتعرف على شيء اسمه تي اللي بتتعلق بالطبقة الحبيسة. التي شو هي التي؟ التي هي كي ضرب بي، تمام. طيب انا عم طلع كي ضرب بي عند هذا الحد لك بي وكي، تمام. معناتها هدول بتساويهم دغري تي، مثل ما لي شايف ساويتهم تي. انا بدي اعزل هلا التي، معناتها تي تساوي كيو على 2 بي اتش ضرب لين الار 2 على ار 1 على 2 بي اتش 2 ناقص اتش 1. طيب هون السؤال، هون وين اختفت الناقص؟ كان في ناقص هون، وين اختفت؟ تمام، انا اخذت مثل ما شايف الاتش 2 ناقص اتش 1 بالقيمة المطلقة، فلهيك راحت. او لان الاتش 2 اكبر من الاتش 1 كفرض، انا فرض. طيب هلا رح تقول لي انه شو بنستفيد من هدول الاستنتاجات كلها؟ لقدام بنعرف. بعد هذا الاستنتاج راح اعطي مثال وبنشوف ليش اشتغلنا هدول الاستنتاجات كلها. بنبدا. طيب قلت انا بالانابيب الدائريه عندي حالتين، تمام، يا اما الطبقه حبيسه يا اما الطبقه حره. الطبقه حبيسه اشتغلنا عليها ومشي الحال. طيب الطبقه الحره شو بنعمل عليها؟ الطبقه الحره نشتغل مثل ما كنا، مثل ما قلنا كيو تساوي كيو اكس ضرب اي، تمام. في شغلات انا منقصها على السرعة طبعا. كيو اكس ضرب اي اللي كيو شو هي؟ ناقص كي بدي اتش على دي ار، تمام. الاي شو هي للطبقة الحرة؟ شو قلنا؟ 2 بي بي ار بي بي الطبقة الحبيسة، المساحة تبعها 2 بي ار بي بي. اما الطبقة الحرة مثل ما شايف 2 بي ار بي اتش، تمام. معناتها كيو مثل ما قلت، مثل ما عملت هنيك، اخذت ال دي ار لهون بتصير كيو ضرب دي ار تساوي ناقص كي بي دي اتش ضرب 2 بي ار بي اتش. هلا الار كمان اخذتها لهون مشان تصير كيو دي ار على ار، وهني كي دي اتش بي اتش، حلو كامل. من الار 1 لار 2 نفس هذيك، فبتصير كيو بلين الار 2 على ار 1 تساوي ناقص كي اكس مثل ما شايف. هاي بي اتش تكامل اتش بدي اتش، اتش مربع وحدود تكامل اتش واحد الاتش اتنين، فتصير اتش اتنين مربع ناقص اتش واحد مربع اتنين، لان تكامل اتش بدي اتش اتش مربع اتنين، تمام. ضرب اتنين بي اللي هي نفسها هون. هلا اتنين بي اتنين مع اتنين راحت، تمام. فهون الفكرة، إذا بدي أنا هلا هي بقدر آخذ الكيو منها، بقدر آخذ الكي على حسب حاجتي. طيب إمتى بحتاج هي وإمتى؟ هلا بالأمثلة كله بيتوضح، بالأمثلة كله بيتوضح. شو اشتغلنا فوق لهلا كله بيتوضح. آخر شيء إن أردنا كي، ماشي، بنعزلها عن طريق هي العلاقة، بنعزلها فبتصير كيو بلين الآر 2 على الآر 1 مثل ما شايف هون الكي، فهي بتصير اتش 2 مربع ناقص اتش 1 مربع بالمقام مثل ما شايف، والبي بالمقام. وهون وين اختفت الناقص؟ مثل هنيك تماما، انه بالفرض اتش 2 اكبر من اتش 1 فخلص مشي الحال. هون بحاجه انا امثله لنحل، ثواني طلع الامثله. طبعا هي احد الامثله من الملحق بزملائنا بديفرنت، الملحق الهيدروجيولوجيا. بنشوف المسألة عاطينا الشكل وطالب أول شيء التدرج الهيدروليكي. شو هو التدرج الهيدروليكي؟ التدرج الهيدروليكي هو فرق المناسيب على المسافة. شو يعني؟ يعني مثل دلتا اتش على دلتا اكس، تمام. أو هون محطوطة دلتا واي على دلتا اكس، مو مشكلة الرموز، المهم التعبير، تمام. فبناخذ الاتش الكبيرة، فشو التدرج؟ الاتش الكبيرة اللي هي 100 ناقص الاتش الصغيرة اللي هي هي على دلتا اكس اللي عاطيني اياها 100 متر. هلا الغزارة الكلية
ميل سطح المياه الجوفية. أول شيء ميل سطح المياه الجوفية هو التيتا، يعني قديش ميلان الأفق قديش الزاوية. هلا أنت أخذ التانج التيتا اللي هي التدرج الهيدروليكي، وكمان من اللي بنقدر نقلها دي اتش على دي اكس، تمام، ودي واي على دي اكس نفس الشيء. ولقدام راح ناخذ مثال للتدر شو اسمه رمز للتدرج كمان غير هدول. الفكرة انه التدرج بيعطيك قديش الميل، فالتتا اللي هي الزاوية بنعتبر انه تانج التتا هو الميل فرضا، فهي دي اتش عدي دي اتش عدي اكس، يعني اتش 2 ناقص اتش 1، اتش الكبيرة ناقص اتش الصغيرة على الدلتا اكس اللي هي 100، تمام. فحصلت بكون على شو؟ على الميل. طيب التدرج الهيدروليكي. اما ميل سطح المياه الجوفية فالتتا مثل ما شايف طلعت عن طريق الحاسبة معي تانج التيتا قديش، فبقدر طلع التيتا، تمام. الفكرة الثانية اللي هي الغزارة الكلية، الكيو الكبيرة. الكيو الكبيرة شو بتساوي؟ كيو اكس الكيو الصغيرة ضرب ال اللي هي المساحة مثل ما اشتغلنا فوق، تمام. الكيو اكس تساوي مثل ما قلنا ناقص كي بدي اتش على دي اكس. حلو، ناقص كي، الكي عاطيني اياها 0.5، دي اتش على دي اكس هلا طلعتها، تمام، اللي هي 0.038، تمام. فالكيو اكس طلعت معي. طيب الاي شو هي؟ المساحه اللي عم بحكي عنها انا عندي هون شو؟ مثلث، فمساحته هي مجموع القاعدتين على 2 عفوا على 2 ضرب العرض، عرضه اللي هي 1، تمام، لان 1 طلع العرض الا ان ذكر خلاف ذلك. فكيو اكس ضرب اتش 1 زائد اتش 2 على 2 ضرب 1 بيطلع معي قديش الكيو الكبيره. كتله المواد التي يحملها الماء اللي هي الام، قانون صغير كمان قانون نطبق، سي ضرب الكيو الكبيره، تمام. فهو قال لك كتله المواد التي يحملها الماء بكامل المقطع. اما لو قال لك فرضا في متر واحد بتحط الكيو الصغيره ساعتها. احسب السرعه الوسطيه اللي هي في، بدي تنتبهوا على قانون الفي، بدي احكي شغلة عليه. شو قانون الفي؟ هي كيو اكس على ان اي، تمام، اللي هي المسامير فعالة، اعطيك ان اي ما اختلفنا، بس اللي كيو اكس على ان اي ليش هيك قانونه؟ انا ما بعرف هيك قانونه، مو هيك اخدينه نحن، طولوا بالكم. هلا اذا لما عم اقول كيو تساوي الكيو الكبيرة كيو اكس مثل ما هون اشتغلت ضرب اي، طيب كيو اكس مو هي كيو على اي؟ يعني نقلت هون الـ A صارت بالمقام Q على A تساوي QX. طيب أنا أخذ بالهيدروليك أو غير مواد الـ V تساوي Q على A كمان، فبصير؟ لا أبدا ما بصير، لأن هون أنت عم تحكي بمسامات التربة ومياه جوفية، فأنت بدك تأخذ بالمسامير الفعالة بعين الاعتبار. هيك الـ V السرعة الوسطية بدك تقول QX على NE، QX على NE، فبيطلع معي قديش. هي أول مثال طبعا حلينا، بتمنى يكون واضح. المثال الثاني اللي حاحكي وكمان اشتغلت فيه هلا اللي هو ايجاد العلاقة التحليلية كيو عبر العلاقة التحليلية، تمام، اذا بتتذكروا. فهون في فكرة انه مثل ما شايف هذا المقطع هو مو دائري فمربع، فوقت المربع كانت عندنا ناقص كي اكس ب اتش مربع اتش 2 مربع ناقص اتش 1 مربع 2 ال اذا بتتذكروا، او كانت 2 ضرب دي اكس، تمام. فبما انه المقطع مو بئر، يعني مو دائري مستطيل، فعبر العلاقة التحليلية اللي حكيت عنها فوق واستنتجتها اذا بتتذكروا، بدكم ارجعوا لأول فيديو معلش عيدوه، عرفوا شلون استنتجناها؟ ناقص كي بي اتش 2 مربع ناقص اتش 1 مربع على 2 ال. معطيين شايف عندي اتش 2 معطى واتش 1 معطى، امتى بحط ناقص وشو قصة الناقص وشو هي؟ شوفوا انا همي بالناقص انه ما تطلع الغزارة سالبة، تمام. فانت حبيت تنتبه لها ما حبيت تنتبه لها شغلتك، تمام، بس المهم ما تطلع الغزارة سالبة، تمام. فمثل ما شايف التعويض بسيط، معطياتي كلها قدامي، تمام، والـ L كـ 100، تمام.
هلا شو بده كمان غير الغزارة الكلية؟ بده كيو ثلاثة. بالأصل ما بده غزارة الكلية، بده كيو ثلاثة. كيو ثلاثة شلون بحسبها؟ هي الغزارة الكلية على الـ A. الـ A أيا؟ A تبع الـ Q ثلاثة. الـ A تبع الـ Q ثلاثة شو هي؟ H ضرب B. B هي بما إنه بواحدة المقطع فواحد، تمام؟ إلا إذا ذكر خلاف ذلك. معناتها اتش 3، اتش 3 معطات قديش؟ فبتطلع معي الغزارة كيو 3. نكمل زملاء بالمثال اللي بعده كمان، بما انه شوفوا قديش اهمية الشغلات اللي اخذناها، يعني اللي استنتجناها هالكم استنتاج. شوفوا كم مثال عم نحل فيهم. نشوف طبقة جوفية حبيسة سماخة الطبقة بتساوي 400 متر، احسب انفاذية الطبقة، تمام؟ أعطيني المعطيات R1 R2، هدول كل المعطيات. انتبهوا، ما زال R2 و R1 فهي بئر. شلون نستنتج البئر؟ شوفوا الاستنتاج مثل ما استنتجته أنا وياكم هلا قبل. مرتاحين في Q تساوي Q صغيرة ضرب A، الـ A 2 بي R بي بي، مو بـ H، H لما حرة بس قايل لك جوفية حبيسة فبي. Q الكبيرة تساوي ناقص K بي دي H على دي R ضرب 2 بي R بي، 2 بي ار بي. خليني اوضح، هاي هي المساحة اللي هي هاي، يلي هي هاي، ناقص كيب دي اتش على دي ار، تمام؟ هي الكي الصغيرة، الكيو الصغيرة عفوا، اللي هي هاي، تمام. مثل ما عملنا هنيك، دي ار اخدتها لهنيك، دي ار اخدتها لهنيك، والار اخدتها لهم مشان كامل ار 2 وار، نفس الشيء، نفس الهي، نفس الاستنتاج كامل، يعني كلنا استنتجناهم هدول. يعني هلا انت مرتاح فيهم، كل هدول مرتاح فيهم لان استنتجناهم كلهم قبل ما نبدا اي شيء. وقلنا شلون اذا بدنا حبينا نعزل الكي، شو هي بتساوي كيو على 2 بي بي اتش 2 ناقص اتش 1، بلنا الار 2 على ار 1. بس وقتها ثواني، وقتها قلنا شلون بدنا نعزل التي، وقتها قلنا شلون انه اذا نحنا حابين نعزل التي، تمام. وقتها قلنا إذا بدنا نلاقي التي نحصل على التي. طيب إذا اتبعت الاستنتاج فوق اللي مثل ما حكينا، وقتها إذا قلت التي شو بتساوي؟ كي ضرب بي، البي عطيني إياها فطلعت الكي قديش. طيب خلينا نمشي على هون، شو يعني شو الفرق؟ هون هنيك قلت إنه التي تساوي كي ضرب بي، فجمعت الكي ضرب بي حطيت إنه تساوي التي، تمام؟ وعزلت التي قديش. طيب هون نفس الشيء بدك تعمل، عزل التي كمان نفس الشيء. طيب التي شو بتساوي؟ بي ضرب كي، تمام؟ عزل بعد الكي او دغري بنوجد على الاقل حسب كمجهول الكي، فبتطلع معي نفس الشيء. او بدك تتبع هون، بس الفرق هون انه كاملنا، تمام؟ ما عملنا شيء، كاملنا هون اتش 2 ناقص اتش 1. هون من عند هون الكي بديت نزلت، عزلت لحال الكي، تمام؟ مثل هون ليكا عزلت لحال الكي وطلعت كل واحد وقيمتها معي كل القيم. هلا نفوت بالفكرة اللي بعدها. شو هي الفكرة اللي بعدها؟ هي الكي اكس والكي اكس واي والكي واي اكس، ويسعد الله. طبعا في عيان امي يعني فاتت بالحيط، شو هي كي اكس كي اكس واي؟ هي هدو شوي. اول شي شو هي كي اكس وكي واي اكس؟ و هلا في شيء اسمه محاور تأثير نقلية الهيدروليكية على المحاور. شو يعني؟ يعني انت الجريان مثل ما اللي شايف هون، الجريان اتمنى تكون واضحة، الجريان بجوز يكون بشكل افقي، ساعتها بيكون تأثيره شو؟ على بعد واحد. وبجوز يكون مائل الجريان، يعني اتجاهه مائل. هون بيكون شو؟ تأثيره على محور اكس وعلى محور واي، تمام؟ حلو. فهون الفكرة تبع الكي. طيب شو بستفاد منها؟ بستفاد منها انه لما يكون عندي الكيو، الكيو بدي احسب الكيو بواحدة المقطع، يعني الغزارة بواحدة المقطع، فبيكون عندي انا كيو اكس وكيو واي. هي اذا كانت شو؟ اذا كانت ببعدين، يعني ما الي، مثل هون بيكون عندي كيو اكس وكيو واي، تمام؟ حلو. بس اذا كان عندي بعد واحد معناتها كيو اكس او كيو واي، يعني مو هالخلاف، تمام؟ هي الفرق بس. مشان كيو اكس وكيو واي شو قانونهم؟ هن ناقص كي بدي اتش على دي اكس، معناتها اساس البحث هو الكي. الكي شو قصتها مشان اعرف اخذها كيو كبعد واحد ولا كيو كبعدين ولا كيو شو قصتها.
هلأ منشوف كله. أول شيء إذا كانت كبعدين، إذا كان الجريان كبعدين، فعندي حل بعد واحد. هلأ حلينا كل اللي حليناه قبل بعد واحد، إذا كان الجريان بعد واحد. ما هلأ إذا الجريان لبعدين، فهون عندي حالتين: يا أما المحاور تبعي اكس واي توازن محاور تبع اللي بتأثر عليها كي اكس وكي واي، مثل هي الحالة، تمام؟ فبنقول ساعتها عندي كي اكس فقط وكي واي فقط، فبتكون كيو اكس هي شو؟ هي ناقص كي اكس بدي اتش على دي اكس، وكيو واي ناقص كي واي بدي اتش على دي واي، تمام؟ حلو. اما اذا كانت الفكرة هون الثانية، اذا كانت مثل ما شايف، اذا كانت المحاور تبعي مثل ما شايف، المحاور الثانوية، عفوا المحاور تبع اللي بيأثر عليها كي و كي اكس وكي واي لا تتوازن مع المحاور الثانوية اللي انا ماشي عليها، هون شو بعمل؟ هون بيكون الحل على شكل مصفوفات، تمام؟ خلينا نشوف اول شيء، بس مشان قبل ما اقلب شوفوا الرسمة، هي اكس فتحة وهي واي فتحة اللي عمنا ماشي عليها، هون هي اكس وهي واي المحاور. تمام. فالكيو فتحة، شفنا شو الكيو فتحة وشفنا شو الكيو. كيو فتحة تساوي ار اللي هو معامل التصحيح، تمام؟ وشعاع التصحيح ضرب كيو، تمام؟ معناتها كيو فتحة مشان تصير بتساوي كيو بدي اضربها بمعامل التصحيح، يعني عفوا كيو مشان تصير بتساوي كيو فتحة بدي اضرب كيو بمعامل التصحيح اللي هو ار. وهي الرمز اللي هو التدرج، تتذكروا وقت حكيت انه في رمز للتدرج هلا حناخده لقدام؟ هذا هو تدرج. معناتها شو؟ بما انه نحن عارفين انه هذا الرمز لشو، هو دي اتش على دي اكس، تمام؟ تمام. فبيساوي كمان الار ضرب تدرج الاتش مثل المحاكي، بس في فكرة، بما انه هون الثنائي البعد تدرج الاتش، فعندي دي اتش على دي اكس ودي اتش على دي واي، بانه ثنائي البعد. هلا هنيك كان بعد واحد، لهيك قلت لك دي اتش على دي اكس، تمام؟ هون بعدين، فلهيك دي اتش على دي اكس ودي اتش على دي واي. شلون بنشوفها؟ هلا بنشوفها بالمصفوفات الحكي، تمام. كيو فتحه شو هي؟ هي ناقص كي بدي اتش بتدرج الاتش، تمام؟ يعني دي اتش على دي اكس او دي اتش على دي واي تدرج الاتش. ليش قلنا تدرج الاتش؟ لان عندي ثنائي البعد هو، فعندي دي اتش دي على دي اكس ودي اتش على دي واي، تمام؟ وهون كمان عندي الكيو، بما انه ثنائي البعد كيو اكس وكيو واي، وهون الكي. هلا بنشوف شو عندي، تمام؟ نكمل. مثل ما شايف هون الكيو فتحة شو قلت؟ هي ار بكيو، لكن هلا حكيت هون ار بكيو تساوي ناقص الكي فتحة، خليك مثل ما هي، التدرج الاتش هي ار ضرب دي تدرج الاتش، تدرج الاتش فتحة هي ار ضرب تدرج الاتش. مشان اعزل كيو لحالها، فبضرب بمصفوفة الار قوة ناقص واحد، لان ار قوة ناقص واحد ضرب ار هي الواحد، هي بالمصفوفات. ضرب كيو الغزارة بواحد المقطع، تمام؟ تساوي ناقص مو قلت ضربت بار ناقص واحد، بدي اضرب الطرفين طبعا، ار ناقص واحد ضرب كي فتحة ضرب ار ضرب تدرج الاتش، مثل ما شايف هذا الحد قبل شو كان قبل ما اضرب، بس ضفت له ار ناقص واحد بس، تمام. فبصير هون لحاله كيو تساوي، مثل ما شايف كيو تساوي ناقص كي بتدرج الاتش. ليش؟ قبل انا قايل كيو تساوي ناقص كي بتدرج الاتش، لان قلت كيو فتحة هي ناقص كي بتدرج الاتش، تمام؟ حلو. فعندي هي الكي العادية تساوي ناقص الكي بتدرج الاتش، بس انتو الفكرة انه هلا بجوز هاي بهي الفقرة خصيصا تخربتوا بين الاتش فتحة والاتش. رد عيد الفيديو مرة تانية تزبط معكم.
تمام، بدكم شيء حاكوني، معلش يعني مو توقفوا هي الفقرة كلها مو ضرورية، يعني مو توقفوا الفيديو وخلص بطلتوا دراسة مشانها، كلها مو ضرورية يعني هل كتير، بس انه لان مشان في مسألة بدي حل عليها، تمام، بس مو توقفوا الفيديو، حاكوني قبل ما انه خلص ما عدتكم، لا حاكوني وبشرح ارد اذا ما زبطت معكم، بس انتبهوا انه في شيء فتحة وفي شيء بدون فتحة، تمام. نكمل، ناقص كي بتدرج الاتش، وين وصلت انا؟ ناقص كي بتدرج، هلا هون كيو، انا مو هون ضليت معي كيو، تمام. الكيو شو هي؟ ناقص كي بتدرج الاتش بدون فتحات، لان هي بدون فتحه فبدون فتحات، ناقص كي بتدرج الاتش حطيته هون تساوي ناقص هذا الحد نفسه، هاد حطيته هون نفسه ما حيعمل شيء ثاني، تمام. حلو، نزلنا، عفوا انزلنا. ازل كي شو يعني؟ اول شيء شايف هون بناقص، هون ناقص وهون ناقص، ضربت بناقص طارت، ما اختلفنا او اختصرت الناقصين مع بعض راحوا ناقص. هون في عندي تدرج اتش وهون في عندي تدرج اتش راحوا مع بعض، فالكي تساوي ار ناقص واحد ضرب كي فتحة ضرب ار، العلاقة النهائية. طيب شو بستفاد بهي؟ الار هي كوساين التيتا بساين التيتا ناقص ساين التيتا بكوساين التيتا. خليني اشوف مثال سريع عليها، حل مثال عليها. شايف مثل مو شايف؟ هاد هو المثال، عندي كي اكس فتحة كي واي فتحة مثل مو شايف، وهي الاكس وهي الواي ما بيتوازوا مع بعض، تمام. فبدي اتبع الشغل المصفوفي اللي انا حكيته، كل هذا الحكي اللي حكيته، وصلنا لهون، هي هي، تمام. هلا الكيو شو قلنا؟ ناقص كي بتدرج الاتش، كل هالحكي. عندي كيو ما زال عندي بعدين، فعندي كيو اكس وكيو واي، تمام. فناقص هون الحكي كي اكس اكس، شو يعني؟ هي كي اكس، ما عندي كي اكس تأثير على المحور اكس لان مو متوازي معه، وتأثير كي اكس على المحور واي، هون تأثير كي اكس المحور واي، هون تأثير كي واي عن محور اكس، هون تأثير كي واي عن محور واي، تمام. التدرج بما انه عندي بعدين دي اتش على دي اكس وهون دي اتش على دي واي، فعن طريق فك المصفوفة نحصل كيو اكس تساوي ناقص كي اكس اكس بدي اتش على دي اكس ناقص كي اكس واي بدي اتش على دي واي. كيو اي طيب هي ناقص كي واي اكس بدي اتش على دي اكس وناقص كي واي واي بدي اتش على دي واي، تمام. طيب انا عندي شيء كي اكس اكس كي اكس واي، انا ما عندي شيء غير شو؟ كي اكس وكي واي، تمام. المصفوفة ار اللي هي كوساين تيتا ب ساين تيتا بناقص ساين تيتا كوساين تيتا. هلا انا من فوق شو عندي؟ اعطيني شو هي العلاقة؟ فانا مهمتي اول شي لحتى طلع كل هدول بدي طلع الكي اكس، تمام؟ يعني كي اكس اكس والكي واي في كي اكس واي وهدول، فهو اعطيني الكي اكس فتحة والكي واي فتحة، حسب هي العلاقة مثل ما قلت شو هي؟ هي ار ناقص واحد بكي بار، الار ناقص واحد هي كوساين تيتا ساين تيتا ناقص ساين تيتا كوساين تيتا اس ناقص واحد، الكي عطيني هو الكي اكس والكي واي، تمام. كي اكس واي والكي واي اكس اصفار، تمام، لان هو معطيني اياه. كوساين تيتا ساين تيتا ناقص ساين تيتا كوساين تيتا هي الار، تمام، فهي ار ناقص واحد بكي فتحة بار، هي الكي اللي استنتجناها فوق، تمام. فانا شو مهمتي؟ بدي طلع الكي عن طريق الحاسبة ضرب المصفوفات تطلع قديش الكي. طيب مصفوفة الكي شو هي؟ هي كي اكس اكس كي اكس واي كي واي اكس كي واي واي، تمام. فبكون طلعت بهالحالة كي اكس واي وكي اكس اكس وكل هدول القيم، بيبقى كيو اكس تساوي ناقص كي اكس اكس بدي اتش على دي اكس، تمام. هي هلا بنحكي فكرتها ليش المية على ساين الاربعين، يعني هي بس انه البعد الدي اكس انا اللي عم بحكي عنه، ناقص ناقص 0.5 اللي هو
KXY مثل ما شايف تمام بDH على DY كمان هون 80 سين الخمسين في التمرين اللي قبله بالملحق بحطوطه انه لوش 80 على سين الخمسين يعني هي بس زراعة يعني مو فكرة او شيء بس فكرة حسابية فقط مو فكرة اي هيدرولوجية ابدا تمام هي الQX الQY طيب تمام هي ناقص KYX بDH على DX طيب ناقص KYY بDH على DY كمان هدول أفكار هيدرولوجية عفوا رياضية وهي التعويضات كمان موضحة بالتمرين اللي قبله شلون منعوض كأفكار هيدروجيولوجية مشان نكون خالصين بس مشان مراجعة صغيرة معلش للتمرين بما انه كله يعني فايت التمرين حلو بس مشان لان مصفوفات عندي هي العلاقة اللي وصلت لها من قبل هي العلاقة بالمصفوفات اللي وصلت لها لقبل هي علاقات الغزارة مثل ما شايف علاقات الغزارة كي اكس اكس كي اكس واي شلون وزعتهم عن مصفوفة تمام شلون اخذت الكيو اكس شو بتساوي والكيو شو واي شو بتساوي شو كانت مهمتي اوجد الكي اكس اكس والكي اكس واي وهدول عن طريق المصفوفة كي كي هي كوساين التيتا هي ار عفوا كي هي ار اذا الكي هي ار ناقص واحد بكي بي ار تمام بتمنى تكون وضحت هالشغله كمان قلت ما وضحت اما هلا رح فوت باول فكره بمسائل الدكتور اسالوني بس ما بتوقفوا الفيديو بتوقفوا دراسه تمام مثل ما شايف هي معادلات الجريان طبعا معادلات الجريان هي للاساس اللي بدي انطلق فيه مشان حول المعادلات التفاضلية لمعادلات جبرية مثل ما بشوف وهذا أول طلب مسائل الدكتور شو اسمه أوجد معادلات الجريان بفرض الطبقة وبيعطيك صفات الطبقة اللي رح أعمله أنا وياكم هلا رح ناخدها واحدة واحدة ونوصل ونحل يلا أول شيء المبدأ اللي بيعتمد عليه هو مبدأ انحفاظ الكتلة تمام اللي هو دلتا كيو تساوي معدل تغير التخزين في حجم التحكم خليني اعمل زوم ان زائد معدل السحب او التخزين في حجم التحكم تمام شو هي وحده وحده حموش اول شيء خلينا اوجد الدلتا كيو الدلتا كيو هلا هون الفكره إذا كان عندي نظامين عفوا يعني بعدين ولا بعد واحد أنا هلأ اللي حأعمله إني رح أوجد الحالة العامة شو يعني إن عندي بعدين ليش لأن بعد واحد أسهل بألف مرة هلأ بنحكي شنو إن عندي بعدين شو بعمل شو يعني بعدين يعني الدلتا كيو واحد تساوي هون المبدأ هو الكيو الداخلي ناقص الكيو الخارجي الكيو الداخلة للمياه الجوفية زائد حجم تغير المياه الجوفية يعني كيو اكس زائد دلتا اكس كيو اكس ناقص كيو اكس ضرب شو اسمه المقطع المتعامدة معه يعني بي ضرب دلتا واي بجوز هالشغلة ما تنفهم دغري ماشي احفظوه حفظ عادي احفظوه حفظ فهون مثل ما شايف كيو اكس وهون ناقص كيو اكس بتروح مع بعض فدلتا كيو اكس تساوي بي ضرب دلتا واي الدلتا كيو اكس تساوي دي كيو اكس على دي اكس ضرب دلتا اكس وفي عندي بي ضرب دلتا واي من اول فبتصير قدامها هي شو لكيو دلتا كيو واحد او دلتا كيو اكس دلتا كيو اتنين نفس الشيء كيو واي زائد دلتا كيو واي ناقص كيو واي ضرب بي ضرب دلتا اكس بي ضرب دلتا اكس هو المقطع العمودي عليه على الجريان دلتا كيو واي ضرب بي ضرب دلتا اكس دلتا كيو واي هي دي كيو واي على دي واي ضرب دلتا واي مثل ما حكيت قبل مثل ما حكيت لحالة الاكس مهم فاخر شيء دلتا كيو هي دلتا كيو واحد زائد دلتا كيو اتنين دلتا كيو واحد اوجدت قديش هي ليكا هاي الحد الاخير والدلتا كيو اتنين هدول هنين والدلتا كيو اتنين اوجدت قديش الحد الاخير تمام
أما إن ثنائي البعد فبحذف هذا الحد الثاني أو بحذف الحد الأول نفس الشيء، بس نحن متعودين ناخذ باتجاه إكس يكون إذا كان وحيد البعد، فبحذف هذا الحد. تمام، هي شو بنكون حكينا بهي المعادلة اللي هي انحفاظ الكتلة؟ بكون حكيت على أول حد اللي هو دلتا كيو. خلينا نحكي على الحدود الثانية، معدل تغير التخزين في حجم التحكم. تمام، فهون عندي دلتا في دبليو على دلتا تي، يعني هاد هو المعدل تخزين تغير الحجم على تغير الزمان اللي هو معدل التخزين في حجم التحكم. تمام، قانونه ثابت اللي هو ناقص A S ضرب دلتا X ضرب دلتا Y ضرب دلتا H على دلتا تي. تمام، هون الفكرة. طيب لأجل فترات زمنية قصيرة دي اتش على دي تي تساوي دي اتش على دلتا اتش على دي تي تساوي دي اتش على دي تي. تمام، فبتصير دلتا في دبليو على دلتا تي نفس الشيء، يعني نفس هي المعادلة بس حطيت دي اتش على دي تي. عفوا هون في خطأ، لازم دي اتش على دي تي. تمام، منكمل. معدل السحب او التخزين، يعني هلا حكيت انا على الحد الثاني. تمام، هون هلا الحد الثالث، هذا الحد الثالث اللي هو معدل السحب او التخزين اللي هو جي ار اللي شايفه. فهو عندي حالتين، ان كانت الطبقه حره وان كانت الطبقه حبيسه. ان كانت الطبقه حره هو بي ضرب ار اي، ار اي معامل الرشح، البي هو الهطول. هي اذا كانت بالحاله العامه، بس في فكره انه اذا كنت عم بحكي عن بئر، البئر اللي عم يصير منه ضخ، فبقول بي ضرب ار اي. تمام، هي كحر عم بحكيها، ناقص كيو على اي. بهالافكار بتتوضح بالمسائل كتير، بس عم بحكي فكره مبدئيه، كيو على اي. تمام، حلو. طب اذا كانت الطبقه حبيسه، هون اذا كانت الطبقه حبيسه فحتى لو عاطيني البي والار اي فما بقدر اشتغلها. ليش؟ كانت الطبقة الحبيسة في المقدار المياه اللي عم ينزل للطبقة الحبيسة هو مقدار المياه اللي عم يرتشح من الطبقة الحرة. اما البي والار اي شو بتعطيني؟ المي اللي عم تصل للطبقة الحرة. تمام، بس انتبهوا على المياه، اذا كانت حبيسة فالبي ضرب ار اي ما باخدها. تمام، باخد معامل الرشح المنتظم هو بيعطيني اياه بكم. وكمان نفس الشيء اذا كانت في ضخ من البئر، تمام، بضيف للحد ناقص كيو على اي بي. اذا كان في تغذيه للبئر، تمام، زائد كيو على اي بي، بتتوضح بالمسائل مثل ما قلت. لهيك بعد تعويض كل الحدود، للاسف الصوره مو كتير واضحه. تمام، بعد تعويض كل الحدود، هي الدلتا اكس دلتا كيو، هي الدلتا كيو اللي هي دلتا كيو 1 زائد دلتا كيو 2 وجدتها قبل، وهي الدلتا في دبليو، وهي المقدار اللي شو اسمه الجي ار، يعني مقدار السحب. تمام، جي ار. طيب انا بشوف انه كل الحدود فيها دلتا اكس دلتا واي، بس انا فكرتي انه اعزل دلتا كيو اكس على دلتا اكس، دي كيو اكس على دي اكس، والدي كيو واي على دي واي. فعندي هذا الحد مشترك بيناتهم، فبقسم المعادلة كلها عليه. تمام، كلها عليه، فبشوف هذا كله. تمام، هون بالطرف الثاني يعني بس بضيف الشغلات دلتا اكس دلتا واي دلتا، بضيف الشغلات الناقصة. تمام، ناقص اس على بي. تمام، يعني قسمة عادية جي ار على بي. تمام، صحيح، بس بدي اقول هي للطبقة الحبيسة طبعا لان في بي. تمام، وهلا بنتعرف على شغلة كتير حلوة، خلينا نكمل. فالكيو اكس شو هي؟ هي سيجما، الكيو اكس هي ناقص كي اكس بدي اتش على دي اكس، وفي سيجما قبلها. تمام، عادي اكس زائد للكيو واي نفس الشيء، كيو واي بدي اتش على دي واي بالسيجما قبلها. تمام، تساوي ناقص اس على بي. تمام، ليك قدامنا، ليك ناقص اس على بي. هون الفكرة، دلتا اتش على دلتا تي قلنا مشان اجل فترات زمنية صغيرة بتصير دي اتش على دي تي. تمام، حطيناها، زائد جي ار على بي، طلعت الناقص من هون عامل مشترك. تمام،
او ضربت المعادله كلها بناقص، بتقدر تقول نفس الشيء. تمام، فصارت ناقص جي ار على بي وزائد اس، يعني بس هون عكست الاشاره هون لان ضربت بناقص وهون شالت الناقص. تمام، وهي العامه، الحاله العامه للجريان. بس انتبهوا لشغله، وهون اجمل فكره واخطر فكره رح احكيها بكل اللي حكيته. هذا كل اللي حكيته استنتاجات، مش معي استنتاجات ان اللي استنتج بدي حطها. بس هذا اللي حاحكيه اهم شيء. ليش؟ ان اللي اكتب معادلات الجريان. تمام، فهلا انا حطيت، عفوا حطيت للحاله العامه، الحكي كله للحاله العامه. تمام، ان اللي يكتب معادلات الجريان بحيث، واعطاني صفات التربيه. هلا راح احكي كل حد وشو مسؤول من الصفات التربيه. اول شيء لما اقول دي كي اكس بدي اتش على دي اكس، لما احط الكي ضمن الدي معناتها التربيه غير متجانسه. بدك احفظها حفظ، ماشي. اما اذا قلت عندي kx و ky معناتها kx لا تساوي ky، معناتها التربة غير متماثلة الصفات. ولما احط s على b معناتها التربة غير مستقرة. تمام، ومنه بشوف عدة حالات. ما زال قسمت المعادلة. تمام، معناتها مكمل. الطبقة حبيسة حكينا عليها، الاستنتاج اللي حكيناه قبل هلا كله هي الطبقة الحبيسة. معناتها أول حالة إنه الوسط غير متجانس، قلنا إذا غير متجانس تمام فبيكون ال دي كي دي كي جوات الهي، يعني جوات الكي عفوا جوات الدي. تمام، هي غير متجانس. تمام، هي أول صفة أيلي، وغير متماثل الصفات، الصورة مو كتير واضحة. وغير متماثل الصفات معناتها غير متماثل الصفات، معناتها عندي kx و ky، هي ky هي x بالبرداني، x مكتوبة kx غير مستقرة. ما زال اللي غير مستقرة معناتها عندي s. تمام، وما زال الطبقة حبيسة فعندي b بالمقام. تمام، الحالة اللي حكيناها قبل الحالة العامة، بس بشوف باخد الشغلات اللي بدي اياها. طيب انقل لي كمان مثال تاني، انقل لي الوسط متجانس. ما زال الوسط متجانس. تمام، فالكي خارج الدي. هون دي 2 اتش مو دي اتش، دي 2 اتش هون. تمام، فالوسط متجانس الكي خارج الدي مثل ما شايف. تمام، طيب شو بيفيدوني هدول هلا بالمسألة؟ بنشوف. عم يقول لي غير متماثل الصفات معناتها كي اكس مثل ما شايف، في عندي كي اكس وفي عندي كي واي. عم يقول لي الطبقة غير مستقرة فحطيت حد الاس على بي ضرب دي بي عديتي زو، بعدين مشان هيك حطيت كي اكس وكي واي. شوف اللي تحته، الوسط متجانس. منزل الوسط متجانس فعندي الكي خارج الدي. تمام، عم يقول لي متماثل الصفات معناتها الكي اكس تساوي الكي واي. طيب اذا الكي اكس تساوي الكي واي، هي الكي اكس وهي الكي واي، فعناتها الكي اكس تساوي الكي واي، بنقدر نقسم كل المعادلة على كي اكس او على كي واي. فبتصير الحدود هي بدون كي اكس وكي واي، بما انه كي اكس تساوي كي واي، وعند البي هون بتصير في كي واي. تمام، وعند البي هون كمان كي واي. قسمت يعني عم قسم معادله. بنشوف الحاله اللي بعد، عفوا لسه في غير مستقره، فخليت الحد اس على بي. الحالة اللي بعدها هي الوسط متجانس معناتها الكي خارج الدي، متماثل الصفات الكي اكس تساوي الكي واي، بنقدر نقسم. غير مستقرة ذو بعدين مثل ما حكيت، الكي بقدر ننزلها لتحت.
هلا كي بي نحن اخذينا من الاستنتاج اذا قبل تساوي تي، فبنقدر نحط تي بدالها. هلا الوسط متجانس، معناتها الكي برات الدي، تماثل الصفات كي اكس تساوي كي واي، طبقة مستقرة، ما زالت طبقة مستقرة، فبنحذف الحد هذا، بنحذف هذا الحد. زو بعدين حطيت بعدين. طيب انا قلي زو بعد واحد بأي حالة، فبحذف حد تبع دي اكس دي مربع اتش على دي واي مربع، وحتى قبل يعني بأي حالة حكالي بعد واحد بحذف الحد الثاني. هي إذا الطبقة حبيسة، أما إذا كانت الطبقة حرة فالمعادلة العامة لإلها دي كي إكس دي كي إكس بدي إتش مربع تو إتش مربع على دي إكس على دي إكس زائد مثل ما شايفة، هي المعادلة العامة تبعها. هي إذا كانت شو؟ إذا كانت الطبقة حرة، الوسط غير متجانس، غير متماثل الصفات، وغير مستقرة. تمام، مثل ما عملنا هنيك بنعمل هون. إذا كان أول حالة عندي الوسط متجانس، معناتها شو؟ الكي خارج الدي، تمام، غير متماثل الصفات وغير مستقرة، وزو بعدين غير متماثل الصفات، الكي إكس وكي واي غير متساويين، فما بنقدر نقسم عليهم. غير مستقرة معناتها حد الإس موجود. زو بعدين شايف انه عندي كي اكس وكي واي. الحالة اللي بعدها الوسط متجانس، معناتها الكي خارج الدي، متماثل الصفات، الكي اكس تساوي الكي واي، فنقدر ساعتها نقسم على الكي كل المعادلة. غير مستقرة ضل حد الاس مثل ما شايف. زو بعدين عندي بعدين كي اكس وكي واي. الحالة الأخيرة الوسط متجانس، الوسط متجانس معناتها الكي خارج الدي، متماثل الصفات، متماثل الصفات معناتها كي اكس تساوي كي واي، بنقدر نقسم على كي بقى كل المسألة كل المعادلة. طبقة مستقرة، مازال قايل لي مستقرة معناتها حد الاس بشيله. زو بعدين حاطط عندي بعدين لأي حالة كمان من هالحالات، إذا قال لي بعد واحد بشيل هذا الحد أو هذا الحد، يعني حسب الحالة بشيل الحد التاني. هيك بنكون خلصنا الأشكال المعادلات الجليان، سواء إذا كانت الطبقة حرة أو حبيسة. هلا في شيء اسمه عندي الشروط المحيطية، خليني بالمسألة بسكرها هي مشان تتوضح أكتر. بما إنه صار عندي فكرة عن معادلات النموذج الرياضي الممثل للنظام الطبيعي، فخليني أبدأ بمسألة الدكتور. تمام، هاي المسألة الأخيرة بالطلب الأول، الطلب الثاني لسه ما شرحت عنه. الطلب الأول شو قايل لي؟ يبين الشكل أدناه مقطع ومسقط في طبقة مائية جوفية حرة، انتبهوا، حرة الطبقة، متجانسة، متماثلة الصفات، افتراض أن الجريان ثنائي البعد عندي إكس واي ومستقر. تمام، المطلوب اكتب معادلات النموذج الرياضي. بنحط المعادلة الأساسية نحنا هاي، معادلة الأساسية أول شيء اللي مستقرة، معناتها حد الإس بشيله لأن حرة الطبقة، فحطيتها هاي اللي زو بعدين، فإجباري بدي خلي البعدين. هاي اللي متجانسة شين، ثواني نشوفها، متجانسة معناتها الكي خارج الدي، متماثلة الصفات، بقدر قسم المعادلة كلها على كي، معناتها بنشوف أي حالة أنا عم بحكي عنها، متماثلة الصفات زو بعدين متجانسة، مثل هي الحالة اللي عم بحكي عنها مثلها. تمام، عرفنا شلون بنقدر نطلع. فهي المعادلة، يعني هي الطلب الأول اللي أنت مشيت فيه. في شيء اسمه شروط محيطية، هي كل الفروق المحدودة لسه ما حكيت عنها شيء، شيء بسيط. تمام، هي شغلة هي المعادلة اللي عليها عندي إياها. هلا هون في شيء اسمه خط تقسيم المياه. خط تقسيم المياه بتكون الكيو اكس
يعني الغزارة تساوي الصفر، فهو عطيك خط تقسيم المياه بيكون الغزارة تساوي الصفر والتدرج يساوي الصفر. بس ذكرنا هون ذكر لما ال X تساوي 1500، برجع لرسمي X تساوي 1500 لهون 1500 طبعا، فهي من الشروط المحيطية، عفوا البداية من هون لهون 1500 لهون، فبالشروط المحيطية هي كلهم معلومين لأن هو عاطيني اياهم. تمام، نرجع للرسمة الأساسية. لما x تساوي 1500 هات كله معلوم عطيني اياه. لما ال y تساوي الصفر يعني هدول معلومين. طيب لما تساوي y تساوي 2000 هدول كلهم معلومين. هدول الشروط المحيطية قصدي. شو يعني؟ يعني على حسب مبدأ المحاور، فأنا هون هو فرض المحاور هون تمام بالأعلى، فأخذ هيك وهيك. يعني لما كانت ال x تساوي الصفر فهدول معلومين، ليش؟ لأنهم مقابلين يعني لأنهم تمام. بقدر أخذ المحاور بطرف تاني يعني مو مشكلة، لحسب كل واحد وبده. المهم x تساوي الصفر، لما ال y تساوي الصفر أخذت هدول معلومين، y تساوي 2000 أخذت هدول معلومين. تمام، فبشوف مثل ما قال لي y تساوي صفر قيم الضواغط معلومة، y تساوي 2000 قيم الضواغط معلومة. ما زال عندي بعدين اللي هو qx والqy، لأن عندي زو بعدين، فحطيت قانون ال qx وحطيت قانون ال qy، وهيك بيكون الطلب الأول بالكامل خالص. طلع الحالات. أما هلا إذا بدي أبدأ بالفروق المحدودة الطريقة، فقبل ما أبدأ فيها ونحكي شلون بنقسم المربعات، خليني أحكي إذا كانت الطبقة حبيسة وحرة شو بيكون القانون. تمام، بنبدأ أول شي هاي، بما إنه هاي المعادلة. هلأ طبعا على حسب المعادلة بتمشي، يعني نحنا أخذنا كتير أشكال معادلات، يعني ست أربع من هون، وبقدر لسه أكتر يعني بقدر ألعب فيها، بس عرفنا كل حد شو بيعني. تمام، واشتغلنا وأخذنا أمثلة كل حد شو بيعني، فعلى حسب شو الحالة اللي بتجيك بدك تشتغل الاستنتاج اللي بدك تمشي عليه. تمام، حلو. فلهون لهون الوسط متماثل الصفات ومستقر ومتجانس، فلهيك هي المعادلة تبعه. تمام، والطبقة حبيسة لأن في بي ففي تي. فشلون نستنتج المعادلة؟ طبعا يعني حسب بيكون، إذا مو غير مستقرة بتضيف له حد ال S، مثل ما حكينا بالمعادلات قبل شلون ال S بنضيفها. بالمعادلات اللي حكينا عنهم قبل، فبتكون ال S بس يعني بنضيفها عادي، بتكون جنب ال GRID. المهم، فأول شي لهالحالة شلون بيكون الاستنتاج، يعني شلون بنطلع قديش ال H مشان الفروق المحدودة. الدي 2 اتش على دي اكس مربع اللي هي نفسها دي دلتا، او من اجل فترات زمنيه قصيره دلتا بالدلتا اتش على دلتا اكس على دلتا اكس. تمام، يعني دي اتش على دي اكس اخذتها لحالها بدلتا، تمام، وعلى دلتا اكس بس فرقت هون بالتفاضل. وبعده نفس الشيء الواي ناقص جي ار على تي، ما عملت فيها شيء، باعتبار دلتا اكس كمان. هلا المادة كلها افتراضات، بدي افترض افترض لهيك، باعتبار دلتا اكس تساوي دلتا واي، شو بتصير هون؟ هون بتصير دلتا اتش على دلتا اكس 2 ناقص دلتا اتش على دلتا اكس 1، يعني هي ناتج هي، زائد هون دلتا اتش على دلتا واي 2 ناقص دلتا اتش على دلتا واي 1. اللي بنعرفه شو هو الدلتا، هو الثاني ناقص الأول. فلهيك دلتا اتش على دلتا اكس باعتبار عندي شبكة عقد. فلما أقول هون باعتبار عندي شبكة عقد، إذا باعتبار عندي شبكة من العقد مثل هاي الشبكة فرضا،
بس نبتدي من هون. تمام شبكة من العقد، شلون نرسم الشبكة هلأ تبع؟ إذا فليكن عندي شبكة من العقد مثل هاي. هلأ إذا بدي أمشي الأسطر هيك، يعني هيك الأسطر، هيك الآي، وهيك الجي، يعني لتحت الجي، لتحت الجي، تمام هيك الآي. فالفكرة هون دي دلتا اتش على دلتا اكس. طيب انا بدي هاي العقدة فرضا بدي اخد عندها، فدلتا اتش على دلتا اكس 2 ناقص دلتا اتش على دلتا واي 2 على دلتا اكس 1 مثل ما شايف المعادلة فوق. هاي المعادلة، هاي المعادلة، تمام. فاول شي بدي اخد هاي المعادلة. شلون نقدر نساويها؟ دلتا اتش على دلتا اكس 2. الدلتا بالاصل هي الاكبر ناقص الاصغر، فبما انه هي العقدة فالاكبر اللي هي هاي اللي بيكون دلتا اتش اي زائد 1 جي، والاصغر اللي هي هاي اللي قبلها، يعني اللي عفوا الكبيرة يعني هاي ناقص هاي، تمام. هلأ انتبهوا بس انه فرض المحاور رد، شو فرضت؟ هدول الاي وهاد الجي، يعني اذا نازل لتحت بالاسطر فانت عم تمشي جي، لهيك الجي ضليت ثابته بين هاي النقطة وهي النقطة، لان انا ما مشيت اسطر، مشيت بس اعمدة، يعني الاي للاعمدة اخذها. طيب عندي الحد الثاني اللي هو دلتا اتش على دلتا اكس 1، هاد هو الكبير ناقص الصغير. طيب بهالحالة هو هاد اللي انا بدي اياه hij ناقص هاي اللي هي hi ناقص 1 j. طيب خلصنا اول تاني حد. طيب هاي دلتا اتش على دلتا واي 2 نفس الشي، هاي العقدة اللي بدي اياها، تمام. فهي هاي ناقص هاي. طيب عند هذا الحد الاخير هي هاي عفوا اللي بدي اياها هاي ناقص ناقص جي ار على تي، بيطلع معي هذا الحد. انا بدي ال اتش اي جي، تمام. فباخدها وين اتش اي جي؟ عندي هون كمان، عندي هون اتش اي جي، وعندي هون اتش اي جي، وانتبه كلهم بالاشارة السالبة، فبتصير ناقص 4 اتش اي جي مثل ما شايف الحدود، هدول بعد ترتيب الحدود طبعا، تمام. فبنعزل اول شي دلتا اكس مربع بخليها تنضرب بالجي ار مثل ما شايف، وباخذ هاي الحد الثاني. بس في فكرة قبل الاتش اي جي، تمام. اذا بدي اعزلها هلا هاي مشي الحال، راحت لهنيك، تمام. معناته شو بدي اعمل؟ بدي اقسم المعادلة كلها على 4. لما قسمت المعادلة كلها على 4، هدول قسموها على 4 وهي قسمت على 4، ال HIJ ضلت اشارتها شو؟ سالبة، بس خلص ال 4 منها، فاخذت ال HIJ لهداك الطرف، حطيت كل شيء من هداك الطرف لهذا الطرف، فبتصير المعادلة بالشكل الاخير هي شكلها. بتمنى تكون واضحة لهلا. ناخد الحالة التانية. إذا كانت الطبقة حبيسة، إذا كانت حرة، إذا كانت حرة نفس الشي، بس هون راح أخذ الاستنتاج باعتبار الطبقة حرة والوسط متماثل الصفات وأحادي البعد، يعني شايل البعد الثاني. طبعا مثل ما قلت على حسب المسألة شو بتجي بتحط القانون. فهون الفرض الأول اللي بدي امشي فيه هو بدال اتش مربع راح اضفي،
فدي 2v على dx مربع تساوي ناقص 2gr على k. نرسم شبكة الحدود العقد، وهلأ لسه ما حكيت شلون طبعا. فمثل ما شايف بتصير لنا من أجل تغيرات صغيرة دلتا تساوي دي، فدي 2v على dx مربع مثل ما عملت هنيك، حررتها هون خليتها لحالها دلتا v على دلتا x، ومثل هنيك انسوا هاي حاليا. خلينا نمشي بهي، فدلتا v على دلتا x 2 ناقص دلتا v على دلتا y دلتا x 1 على دلتا x تساوي ناقص 2 جي ار على k. هنيك شو عملنا؟ كمان اخذنا على الاساس عندي شبكة عقد، تمام. اساس عندي شبكة عقد، بس هي ببعدين، فلما إلك ببعد واحد فتاخذ هي فقط، انت شغلك بهي، تمام. لهيك مثل ما شايف الحدود كلها الجي ثابتة، لما نزلت سطر ضليت بنفس العمود، فعندي هي فرضا هي العقدة اللي بدي امشي عليها. فملي دلتا في على دلتا اكس 2 ناقص دلتا في على دلتا اكس 1. فمثل هنيك اول شي دلتا في على دلتا اكس 2 اللي هي هي، فشو بتكون؟ في اي زائد 1 جي ناقص في اي جي انا اللي بدي اياها، والحد الثاني هو في اي جي ناقص هي على دلتا اكس مربع. انا بدي الفي اي جي فعزلتها مثل هنيك مثل ما عملت هنيك، و ضربت اول شيء يعني دلتا اكس مربع بهذا الحد، بعدين بلاقي مرتين في في اي جي وسالب التنتين، فبقسم على 2 او بقسم على ناقص 2 دغري، مو مشكله. بتصير الفي اي جي هيك قانونها بعد العزل. طبعا اذا في شيء مواضح حكوني، يعني عزل عمليات رياضيه هي. فهيك بنكون اخذناها. لا تنسوا انه لما احكي في اي جي، تمام، فانا هنيك فرضت، لا تنسوا انه فرضت ال h مربع تساوي ال في اي جي، لما بدي ال h بجذر ال في اي جي. هيك بنكون اخذنا الطبقة الحرة والطبقة الحبيسة. طبعا بنكمل بمسألة الدكتور. الطلب الثاني، خلصنا الطلب الاول اللي احنا قبل. الطلب الثاني شايلي قال لي اي جي وطريقة الفروق المحدودة. شايفين هلأ نحن انا استنتجت الطبقة الحرة لبعد واحد، هلأ هون ببعدين. فمثل ما عملت هنيك كمان بفرض انه عندي شبكة عقد محلية لبعدين وبمشي عليهم، تمام، يعني وبمشي مثل ما مشيت بالطبقة الحبيسة الاستنتاج. ف ثواني هون اخر شيء بعد الاختصار، طبعا مو موضح كثير الاختصار وشو عملنا بالعمليات الرياضيه، يفضل انت تشتغلها بايدك او تشوف الفيديوهات شلون اشتغلتها الحبيسه وشلون اشتغلتها الحره، اخذت وحده وحده. هون نفس الشيء، كمان اعتبرت هون دلتا اكس تساوي دلتا واي مثل الحبيسه واستنتجتها. فالفي تساوي هذول الحدود، تمام. الفكرة أول شيء الجي آر، أول شيء بدي أطلع أقسم غير الجي آر، بدي أطلع أقسم شبكة العقد اللي عندي. شلون بقسم شبكة العقد اللي عندي؟ ها نطلع الشبكة، بما أنك فرض دلتا إكس تساوي دلتا واي حاكي، فحتكون التقسيم على دلتا إكس ودلتا واي. مثل ما شايف هدول مقسم الشبكة. نرجع للشكل الأساسي، هي الشبكة مقسمة هي الشكل الأساسي. فشلون بنقسم؟ أول شي باخد كل دلتا إكس عاطيني، فبرفع خط من هون. ليش؟
لان عندي الدلتا اكس فنقطة معلومة. فبرفع من هون لهون، هاد اول خط وهذا الثاني كمان. انتبه انه الدلتا اكس تساوي الدلتا واي، لان ماشي انا كل دلتا اكس 500 500، وهون كمان نفس الشيء. الخط ما طلع مستقيم طبعا، لازم مستقيم. هاي الشبكة يلي عندي اياها. بلاقي هلا انه ضفنا هون خط وحطينا شبك عقد وهمية. طبعا اساس وضع العقد الوهمية هو لان خط تقسيم المياه لازم تكون الغزارة عنده صفر، يعني ال QX صفر، فلازم ال DH على DX صفر. فالعقد الوهمية بحط هون عقدة كمان، هون عقدة، هون عقدة، بحط هي العقدة بتساوي هي العقدة، وهي العقدة بتساوي هي العقدة، وهن وهميات، هي العقدة تساوي هي وهي. طب ليش يعني؟ مشان تكون الدلتا اتش يعني فرق هي ناقص هي هي الصفر، بيكون يعني الدي اتش على دي اكس صفر، لان عند خط تقسيم المياه انا شو قلت بالشروط المحيطية؟ الكيو اكس تساوي الصفر، فلهيك ضفنا عقد وهمية. ننزل بنشوف الشبكة شلون مقسمة آخر شي، تمام مثل ما حكينا، وهي العقد الوهمية وهي الشبكة، هدول كلهم عقد مجهولة، الغامقين معلومة، وحكينا شلون كانوا معلومين، هن معطات لما الاكس تساوي صفر والاكس تساوي الف والاكس تساوي 1500 والواي تساوي صفر والواي تساوي 2000. حكينا بالشروط المحيطية، علمناهم كل هدول، لأن معطات المناسيب بتكون. فبعد تقسيم الشبكة العقد عندي هلأ حساب قيم الجي آر. الجي آر بما أنه الطبقة حرة وليست حبيسة، قلنا لو حبيسة كان معامل الشحن المنتظم، أما حرة فمنقدر نمشي على آر إي ضرب بي، تمام. وهون مشان نحول من مليمتر لمتر، وهون لان مشان حول لان عطيني بالسنوات انا بدي احولها لليوم، تمام. هي طبعا عند كفة العقد الا اللي بتحوي بير، اللي بتحوي بير اللي كاتب لك كيوبي عنده، اللي بتحوي بير اللي هي العقدة 3-2. انت طبعا بتبدأ تسمية العقد لان انت حتفرض المحاور اذا ما هو فرض لك اياها. هي ار اي بي ضرب بي ناقص كيوبي على اي بي، هي حكينا فيها قبل، لان بيكون عندي ضخ اذا كان عندي تغذية بئر تغذية، تمام. فهي بتكون موجبة اشارتها، بس ما زال سحب او ضخ، فناقص كيو بي على اي بي، تمام، تساوي هذا المقدار اللي كيو بي عاطيني اياها، والاي بي هي المساحة، دلتا اكس ضرب دلتا واي اللي هي 500 ضرب 500. هيك حسبت قيم الجي ار كلها. فعند الفي 1-1 تساوي 0.5 اللي هي 1/4. اخذنا كمثال يعني ال في 1-1، بنطلع عندي المعادلة انا مطلعها قبل بس بإيلي تعويض يعني فيون هي. فعند ال في 1-1 هي في اي ناقص واي، في 0.1 زائد في 2.1 زائد في 1.0 زائد في 1-2 زائد 2 جي ار على كي دلتا اكس مربع، دلتا اكس معياها، الكي معياها، الجي ار كانت ناقصتني وهلا طلعتها. هذول القيم اذا المناسيب المعلومة بتركها معي، المجهولة يعني بعوضها، المعلومة بعوضها مثل ما شايف، هي معلومة، تمام. هلا هي اللي ترتيبها هي معلومة يعني ترتيبها قديش؟ في اي جي ناقص واحد، وانا بدي الفي 1-1 فهي في 1-0
في الواحد ففي واحد صفر منسي فوق أعطيني إياها معوضة هي 90 بس يعني هي لازم تكون 95 ما زال اعتبرنا الوهمي هو الصفر فهذا الواحد تمام والعقدة صفر اللي هي هاي ف95 منكمل قلنا المجاهيل بتركها هي الجي ار معياها تمام صارت هاي لأول عقدة بما انه قلت خط تقسيم المياه الجوفية كيو اكس تساوي صفر فالعقد الوهمية تساوي العقد يعني العقد اللي قبل خط التقسيم يساوي العقد اللي بعد خط التقسيم تمام مشان هون يكون الفرق عند كيو اكس تساوي صفر فالفي صفر واحد تساوي الفي اتنين واحد هون اعطي مثال في واحد واحد مثل ما شايف هلا الفي واحد واحد قلت الفي هي مربع الاتش من اول فرضتها فهي اتش مربع واحد واحد او في واحد واحد وهي المعادلة عندي اياها لسه في شغلات مجهولة فيها ما عند الفي تلاتة اتنين فرضا كمثال تاني اعطيك هي طبعا بدك توجد لكل عقدة لكل عقدة والمجاهيل بترتب عندك بيطلع معك مثل ما قايل لك 9 معادلات جبرية بتسعة مجاهيل ولا تنسى هي مربع الضواغط لان انت فارض في تساوي اتش مربع فبتحط الفي قديش والاي هي الامثال والسي اللي هي الثوابت اجمالا ما بيطلب حلا اذا طلب حلا فانت بدك تحل 9 معادلات بتسعة مجاهيل هي طريقة الفروق المحدودة وبنهي فيها الهيدروجيولوجيا كاملة بهذا الفيديو بتمنى لكم كل التوفيق ويعطيكم ألف عافية